تنفيذا لمخطط عمل قائد المجموعة المتضمن محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وعلى إثر مكالمة هاتفية واردة عبر الرقم الأخضر 1055 مفادها التبليغ عن ثلاثة أشخاص مشبوهين يقومون بحمل أنابيب بلاستيكية ووضعها داخل شاحنة على مستوى طريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر على فور تم وضع خطة محكمة وبواسطة دورية تم القبض وتوقيف المشتبه فيهم في حال التلبس مع حجز المركبه واقتيادهم الى مقر الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بالجباحيه لمواصله التحقيق. عند استغلال الموقوفين تم تفكيك شبكه اجراميه مختصه في سرقه ونهب الانابيب البلاستيكيه المتواجده بجسور طريق السيار شرق غرب ليتم تقديمهم بتهمه جنايه تكوين جمعيه اشرار وجنحه السرقه امام الجهات القضائيه المختصه. في الاخير عيادة الدرك الوطني تضع الرقم الأخضر 1055 في خدمة جميع مستعملي الطريق للتبليغ عن كل طارئ.